مرحبا وأهلا فيكم. فقرتنا اليومية عن تاريخ سوريا المعاصر. في شارعين بدمشق معروفين كتير، الأول اسمه شارع النصر والثاني اسمه شارع خالد بن الوليد. هدول الشارعين ما كان اسمهم هيك، تم تسميتهم بمثل هذا اليوم بعام 1919 ب22 كانون الثاني عام 1919. بقى ليش تغيرت أسماءهم وشو القصة وراء هذا الموضوع؟ مثل ما حكينا، نحن كنا جزء من الدولة العثمانية، وحافظت دمشق على شوارعها يعني اللي هي موجودة منذ القدم. تم إحداث شارع بيربط بين دار السعادة اللي هي كانت دار الحكم أو يعني مقر الوالي العثماني في دمشق، كانت بساحة المرجي محل بناء العابد المعروف اليوم، ومنطقة القنوات اللي كان بيسكنها كبار الموظفين العثمانيين والعائلات الغنية والأرستقراطية من العائلات العثمانية. كان هذا الشارع موجود. عام 1914 أجا جمال باشا السفاح، المعروف السفاح بثقافتنا، إلى دمشق. وطبعا سبب مجيئه أنه كانت الحرب العالمية الأولى بلشت، والدولة العثمانية اختارت أنه تكون حليفة لألمانيا في مواجهة فرنسا وإنجلترا. فإذا هو أجا على دمشق كقائد للفيلق الرابع وكحاكم عسكري لمدينة دمشق بالسنة اللي أجا فيها بعام 1914. أمر بتوسيع هذا الشارع على حساب المنازل اللي كانت على طرفيه، وبالفعل تم توسعته وإنشاء هذا الشارع واللي كان عرضه 25 متر بهذاك الوقت، وهو أول شارع رسمي يشق في مدينة دمشق يعني منذ وقت طويل على يد جمال باشا اللي لقب بالسفاح. هلا تغير اسم الشارع وقت دخل الملك فيصل عام 1918 بعد ما خلصت الحرب العالمية الأولى. الملك فيصل يلي أو الأمير فيصل يلي هو ابن الشريف حسين والي مكة أو أمير مكة في العهد العثماني، اختار الشريف حسين أن يتحالف مع الإنجليز ضد دولته العثمانية بدعوة أو على أمل أو بحلم تشكيل دولة عربية مستقلة، ووعدوا الإنجليز بهذا الموضوع. طبعا ما وفوا بوعدهم، فأرسل ابنه فيصل على رأس الحملة اللي كانت مدعومة بشكل كامل من الإنجليز، من الطيران ومولة من الإنجليز. كان طبعا الأموال تغدق على الجيش السمي عربي بهذاك الوقت، وبالإضافة للدعم الاستخباراتي، قصة لورانس العرب كلنا نعرفها وسمعنا فيها. المهم دخل على دمشق، وخرجت القوات العثمانية من دمشق عام 1918، وبلشت مرحلة جديدة اسمها مرحلة الحكم العربي أو الحكم الفيصلي، لأن هو ما صار ملك على سوريا لعام 1920. ففي عنا فترة من عام 1918 لعام 1920 كان اسمها مرحلة العهد الفيصلي. بتلك الفترة أمر بتغيير اسم الشوارع، لأن الشارع وقت عمله جمال باشا كان اسمه شارع جمال باشا، فهو غير اسم الشارع وسماه شارع النصر. في روايتين بيقولوا أنه سماه شارع النصر لأن في بوابة النصر القريبة على سور دمشق أو سوق الحميدية تم هدمها أثناء العهد العثماني، فسمي الشارع تيمنا بالبوابة. وفي رواية تانية بيقولوا هو دليل على نصر الجيش العربي على الجيش العثماني وخروج العثمانيين من سوريا. هلا الشارع الثاني المرتبط بهالرواية، قبل ما ننتقل للشارع الثاني عم نشوف صور وانا عم بحكي عن الموضوع، فكيف بدنا نميز انه هذا الشارع كان في العهد العثماني ولا كان في عهد الفيصلي او الفرنسي؟ بنشوف العهد العثماني واضحة الساحة اللي كانت قريبة من السور، كيف بتضم إشارة الهلال والنجمة اللي هي علم الدولة العثمانية. فإذا وقت نشوف هاي الإشارة معناتها هاي الصورة بالعهد العثماني، ومنشوف كشك وحواليه لأن تمت إزالتها بعد ما دخل الجيش العربي وبالحكم الفيصلي. منشوف كشك وحواليه مزروعات، معناتها هي ما بعد الحقبة العثمانية. الشارع الثاني اللي تم تغيير اسمه هو الشارع اللي بنعرفه اليوم باسم خالد بن الوليد، كان يعرف أساسا باسم جادة سيدي خمار قبل ما 1912 يقوم والي دمشق وقتها بتوسعة الشارع وأنشأ فيه منصف وعمل فيه حديقة للمنصف وأناره بالكهرباء. طبعا الكهرباء دخلت إلى دمشق بشكل مبكر جدا حتى قبل اسطنبول وقبل كتير من دول العالم بالعام 1907، وسمي بهديك الفترة بالجادة الرشادية نسبة للسلطان محمد رشاد الخامس يلي أجا بعد عبد الحميد الثاني يلي هو
آخر السلاطين العثمانيين الفعليين، يعني محمد رشاد الخامس كان سلطان ولكن ما كان الحكم بإيده، الآن في الضباط الثلاثة يلي هن أنور وطلعت وجمال يلي هو كان حاكم دمشق العسكري وقتها، كانوا عملوا انقلاب عسكري على السلطان عبد الحميد الثاني عام 1909 وصار وجود السلطان السوري من بعده، وكان محمد رشاد الخامس هو السلطان بعد عبد الحميد، وسمي شارع خالد بن الوليد قبل ما يصير شارع خالد بن الوليد باسمه، وكان اسمه الجادة الرشادية، وقد غيروا اسم شارع جمال باشا، غيروا اسم الجادة الرشادية لحتى يتخلصوا من الأرث العثماني بشكل كامل وسموه باسم شارع خالد بن الوليد. هي قصة الشارعين، قصة تسميتهم بالاسمين يلي منعرفهم. إن شاء الله تكونوا لقيتوا المتعة والفائدة بهالمعلومات. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.